الأهلي ما وصلش لما وصل إليه من مكانة وقيمة تخليه مضرب المثل ومسار الزهو والفخر من كل محبيه في المحيط العربي والدولي، إلا لأنه على مدار التاريخ كان هناك الكثير من أبنائه بمثابة الشموع الحمراء. هي فعلا الشموع الحمراء اللي أضاءت طريق الأهلي تاريخيا وحددت مساره ومسيرته. محمد طاهر باشا، واحد من رموز الرياضة المصرية اللي كان ليهم دور فاعل جدا مع النادي الأهلي والرياضة في مصر. نشوف في هذا التقرير جانبا من مسيرة محمد طاهر باشا. محمد طاهر باشا. يعد محمد طاهر باشا الأب الروحي للحركة الرياضية المصرية في العصر الحديث، حيث حظي بمكانة كبرى في تاريخ الرياضة المحلية والدولية. ولد محمد طاهر في أغسطس من عام 1897، ونشأ في أسرة أرستقراطية لتربيته الإنجليزية، وكونه من أفراد الأسرة المالكة فهو نجل الأميرة أمينة ابنة الخديوي إسماعيل، وأتقن العديد من اللغات، ودرس في برلين ولوزان، وحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية والاجتماعية. كان طاهر باشا من محبي الرياضة، حيث مارس الفروسية والبولو، وكان من أبرز الشخصيات في تاريخ النادي الأهلي، وشغل منصب رئيس العديد من الاتحادات والجمعيات الرياضية، حيث تولى منصب رئيس اللجنة الوطنية المصرية للرياضة والاتحاد المصري للسلاح، وكان أيضا رئيسا ومؤسسا للاتحاد المصري للفروسية. بالإضافة إلى ذلك كان رئيسا ومؤسسا لجمعية الطيران الشراعي المصرية، ورئيسا ومؤسسا لنادي الطيران، كما شارك في تأسيس شركة الطيران الوطنية المصرية، وشغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للملاحة الجوية، وشغل أيضا منصب رئيس نادي السيارات الملكي المصري. كما شغل طاهر باشا منصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بين عامي 1946 و1952، وأصبح عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية تحت رئاسة الكونت هنري دي بيلت لاتور في عام 1934، وعمل كعضو تحت ثلاثة رؤساء للجنة الأولمبية الدولية، بما في ذلك سيغفريد إدستروم وأفيري براندج. تم انتخابه كعضو في المجلس التنفيذي للفترة ما بين عام 1952 وحتى عام 1956، وكان أيضا رئيسا للمراسم ومساعدا لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية من عام 1960 إلى عام 1964، وكان صاحب الدعوة إلى تنظيم دورة ألعاب البحر المتوسط، ونظم أول بطولة في مدينة الإسكندرية عام 1951، كما نظم بطولة العالم للسلاح في القاهرة عام 1934، وبطولة العالم وأوروبا في مصر عام 1952. وفي عام 1950 تبرع بكأس محمد طاهر للجنة الأولمبية الدولية التي كان أول الفائزين بها هو بطل المبارزة البلجيكي بول أنسباش في عام 1951. وذكر مركز المعلومات بدار أخبار اليوم أنه حين زار طاهر باشا فريق مصر للفروسية أثناء وجوده بسويسرا في شهر مايو عام 1952، علم أن النقود التي أرسلت إليهم من مصر لم تصلهم بعد، على الرغم من أنهم في أشد الحاجة إلى المال لمواجهة النفقات، ولم يكن لديه فائض من النقود يكفي لتغطية النفقات الضخمة المطلوبة، فقام ببيع سيارته الخاصة وزودهم بالمال المطلوب حتى لا يشعرهم بأي نقص يؤثر على روحهم المعنوية. وعلى الجانب السياسي والدبلوماسي شغل طاهر باشا منصب عضو مجلس الشيوخ عن المملكة المصرية، وكذلك كمبعوث خاص للملكة في السويد بلقب سفير، وكان أول من تولى منصب رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية كمنصب فخري
وبقرار ملكي. وفي عام 1960 طلبت اللجنة الأولمبية المصرية من اللجنة الأولمبية الدولية استبدال محمد طاهر باشا بآخر، إلا أن الأخيرة رفضت وأبقت على عضويته، وقررت بأن الأعضاء الذين تم اختيارهم قبل عام 1965 فإن عضويتهم في اللجنة مدى الحياة. وقضى بعض الوقت في لوزان قبل أن توافيه المنية في 27 من يناير عام 1970. ويوم وفاته سار في جنازته لفيف من قادة الحركة الأولمبية. شخصية رياضية سياسية عريقة عشان نفهم مدى الاهتمام الرسمي بالرياضة. ده حفيد الخديوي إسماعيل. أيوة. من بنته أمينة. أيوة. حفيده. ولكن شوفوا حجم المناصب، ومش بس حجم المناصب، الرؤية الرياضية، خلق اتحاد الفروسية وخلق مش عارف ايه وعضو لجنة أولمبية دولية، واختاروا مدى الحياة لما حاولوا يغيروه هنا في مصر. بص الموقف كمان، يقول لك وهو في سويسرا كان في بعثة للفروسية المصرية في سويسرا، الفلوس اللي تتبعت لهم من مصر اتأخرت، فعشان وهو رايح يزور مجرد مصري عشان روحهم المعنوية ما تتأثرش قبل البطولة، عايزين فلوس. لا. وهو ما معهوش، هو علاقته بالفروسية ولا ينشأ اتحاد الفروسية، باع العربية الخاصة بتاعته في سويسرا عشان يديهم الفلوس عشان ما يتأثروش. اللي عايز أقوله إن أنا بحب الشخصيات اللي عندها مبادرات. المعدات مدرات هي اللي بتخلق وبتطور، فده واحد من الناس دي على المستوى السياسي والاجتماعي، وكان مؤثرا، وواحد طبعا من أسر الحياة الرياضية محليا ودوليا. دورة الألعاب في البحر الأبيض مؤسسة. صحيح. دي الناس التي زي عمر لطفي زي غيره، دي الناس اللي تقدر تغير كثير من الواقع. هي دي الشموع الحمراء، عشان كده ظل الأهلي دائما زين النوادي.